الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. إذا رأت الفتاة في منامها ميت يطبخ الأرز في المنام، دليل أنها سوف تتزوج قريبا والله أعلم. وفي حال رأت المتزوجة الميت يطبخ الأرز ويأكله في المنام، دليل أنها تعيش حياة سعيدة مع زوجها ولا يوجد خلافات بينهم والله أعلم. رؤية الحامل الميت يطبخ الأرز في المنام، دليل على الولادة السهلة والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يزرع الأرز في المنام، دليل أنه سوف يحصل على مال كثير في الواقع والله أعلم. رؤية زراعة الأرز في المنام، دليل أن الرائي يسعى لتوفير معيشة كريمة لعائلته في الواقع والله أعلم. كما أن الشخص بعيد عن أي شبهات أو كلام سيء يتردد عنه في الواقع والله أعلم. لذا في زراعة الأرز في المنام من الرؤيا المحمودة التي تدل على الخير والمكاسب في حياة صاحب الرؤيا والله أعلم. إذا رأى الشخص الأرز اليابس في المنام، يدليل على وجود هدف في حياته يسعى للوصول إليه والله أعلم. وفي حال رأى الأرز اليابس في المنام، يدل أن الرأي سيحقق طموحاته في الواقع والله أعلم. كما تشير رؤية الأرز اليابس في المنام على المستوى الاجتماعي لصاحب الرؤية. رؤية زراعة الأرز الأصفر المطبوخ في المنام دليل على بعض الهموم والمشكلات الصحية التي يمكن أن تصيب الرأي في الواقع والله أعلم. إذا رأى الشخص في منامه الأرز الأصفر في المنام، تدل على المرض وتعرض الحالم للغم والمصائب في الواقع والله أعلم. وفي حال رأى المريض وفي حال رأى الإنسان المريض الأرز الأصفر المطبوخ، إشارة أنه سوف يموت قريبا والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء الأرز بالحليب في المنام، يدل أنها ستبشر بأخبار سعيدة عن قريب والله أعلم.